لا خيار ثالثا أمام شباب مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، فإما احتمال ما لا يمكن احتماله من درجات الحرارة المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة أو دفع أجور كبيرة للمسابح الخاصة لتبريد أجسادهم أو اللجوء للأنهار والبحيرات المتوفرة والتي تعتبر الخيار الأفضل للشباب الذين يعيشون أزمات اقتصادية ومعيشية رغم خطر الموت غرقا الذي يتهددهم. يعني حياة الحارة، يعني ما كهرباء، ماكو شوية بس يريد يعني ينطونا كهرباء. هاي العالم قاعد تغرق بسبب يعني عمود الحار، العالم جاي تطلع تروح للشط، فاللي ما يعرف يسبح اللي هاد انت يعني ابو الطفل من دز ابنك، يعني ما تدري بي وين يا اخي راقب ابنك. هاي عالم البارحة اول البارحة اول تباحة غرق واحد، البارحة غرقوا اثنين بسبب الكهرباء. وزاد الطين بلة وفاقم جوانب مأساة شباب الفلوجة قرار القائم مقامية بمنع السباحة في الشواطئ بعد غرق ما يزيد على 9 من شباب المدينة خلال فترة قصيرة، ما ضيق الخناق على الخيارات الصعبة أصلا أمام الشباب الباحثين فقط عن درجة حرارة مقبولة يمكنهم تحملها بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء. احنا من الضيم والحار واتجهنا الى الشط بسبب سوء الخدمات الكهرباء. احنا كهرباء ما عندنا، تجينا ساعه تنطفي ساعتين. هاي الشباب وين تتجه؟ لا تروح لا بالمسبح، وبالمسبح يقول لك النفر 5000، واغلب الشباب هسه اللي دا يشتغلون عماله، اللي حالتهم تحت الصفر، ما عندهم وسيله يعني ماده يروحون بها للمسابح، اغلبهم دا يتجهون للشط. قرار منع السباحة في الأنهر فاقمه تقصير حكومي بمراقبة الشواطئ من قبل الشرطة النهرية وبتخديم الشواطئ بالأدوات والاحتياجات اللازمة لإنقاذ الغرقى. ناشد الغيم مقام، الناس المختصة يحثوننا ويبحثون على يزيدون هاي الأعداد مال الشرطة النهرية، أهم شيء هاي، ويحطون أبراج مراقبة، يحطون زوارق مراقبة، شرطة نهرية من يصير ماكو. يعني هذا من الجسير لحد السد ماكو شرطة نهرية تابع وموجودين. وإلى أن تعالج أزمة انقطاع الكهرباء وتزود الشواطئ بما ينقذ الحياة، يبقى هؤلاء الشباب كغيرهم من شرائح المجتمع أسرى الفشل والتقصير الحكومي الذي تفاقم حتى أغرق العراق.